السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة كانال ام تي في. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش غنطلعو جيتار برو 5 ولا 6 ولا 4. هذا هو السيت اوفيسيال ديال جيتار برو. هنا لي طابليتور كاملين اللي كاينين ديسبونيبل، وهنايا كتقدر تقلب على طابليتور لي بغيتي ديال الديسك لي بغيتي. حنا غادي نشوف هادشي من بعد. عندك الجيتار برو، كنديرو جيتار برو 5، هو هذا كنديرو دونالد جيتار برو. انا ديجا عندي انستالي، دونك كنجي لهنايا، هو هذا. غادي نحاول كيفاش نشوف كيفاش انستاليه. عندنا واخا السيت اوفيسيال حيت ديجا لا فيرسون ديال الجيتار قديمه، دونك كيعطيك حتى الكيجن ديالها. اوكي اكسبتي، حنا المغاربه ديما هادشي كما كنقراو. جيتار برو عندنا الفايل، يعني البلاصه فين غادي تانستالا. دوسي 32، غيكري ليا واحد فيرسون في البيرو، حط راه كرسي. بعد ما تانستالا كنديرو تيرميني. هنا عطاني اليوزر اي دي والكي اي دي، كنجي للكيجن ديالي. ديجا الا كان عندك شي اونتي فيروس ولا شي حاجه كتديزاكتيفيه باش ما كيعطيكش. كندير شو كنكليكي، كندير كوبي كولي بي. انا ما كنعرفش كنترول سي كنترول في، دونك ديرو مانيوال. اوكي فوالا، اوكي دونك هذا هو الناس اللي باغا تعلم الجيتار لا بيانو ولا كتقرا الموسيقى. هذا واحد لوجيسيال تري امبورطون اللي كيقدروا يتعلموا به الناس دغيا دغيا. بالنسبه للجيتار هو هذا، بالنسبه للبيانو هو هذا، كيعطيك لي كورد اسماء ديالهم. فوالا، هذا هو الدرس ديالنا اليوم على كيفاش انستالي جيتار برو وكيفاش الكراكيه. هذا هو الدرس ديالنا اليوم، وشكرا.